بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن ترميم المنشآت الخرسانية. لأول مرة يشوفنا يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس للكل علشان يوصل له كل جديد مننا. الحقيقة كل الناس اللي بتحب الزرع في بيوتها، سواء في بلكونة أو فروف، أو بتحب تعمله في فراندا، أو بتعمله في تراسينا، أو تعمله في فيلل، زي مثلا جميع الدول اللي بتبقى فيها فيلل، وعندنا في جمهورية مصر العربية المدن الجديدة زي 6 أكتوبر وزي العبور وزي السادات وزي السلام وزي بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة والفيوم الجديدة، وفي كمان في السواحل كل الفيلل او المناطق اللي معمول فيها فيلل سواء في السواحل كمان. الناس بتحب تعمل زرع حوالين الممرات اللي هي المفروض معمولة علشان خاطر التهوية. طيب انا عايز اعمل زرع، الزرع ليه شروط، هنعمل بيها حلقة مخصوص، لكن تعالوا شوفوا بقى النهاردة الزرع لو ما تعملش بالشروط وبالأسس دي. تعالوا شوفوا النهاردة أنا معاكم واحدة واحدة هوريكم عمل إيه في عمدان الفيلا. تعالوا معايا. طبعا أنا هوريكم أول عمود وما كانش باين عليه أي شروخ، لكن كان متجلد بحجر صناعي أو متجلد بحجر فرعوني. تعالوا لما شوفوا لما كسرت عليه شكله بقى عامل إزاي. تعالوا معايا. المفروض انا بكسر الخرسانه دي، ما تكتشفش معايا بالسرعه دي كده. هو ما استخدمش اي اله، هو استخدم شاكوش وبيدق عليها. طبعا الكلام ده نسبه الاسمنت هنا ضعيفه، الخرسانه بتاعتك هنا نسبه اسمنتها كمان ضعيفه، مع ان كمان شوف حاله السيخ عامله ازاي من جوه. من جاي خالص برضه نفس الكلام بتاع ده. ده بقى كمان عمود ما كانش متشطب، لكن كان فيه شرخ بسيط. تعالوا نفتحه ونبص عليه سوا مع بعض. ده طبعا بص الحديد عامل ازاي، حديد متاكل. لو انا بقى بتفرق معايا ده الحديد ده انتهى. ده الحديد. عايزين تفتحوا في حته ثانيه؟ ايه ايه حديد ده؟ شوف شوف اسوأ من طعمه كده. لا هو تيجوا بقى معايا اوريكم الرطوبه. طبعا علشان خاطر الزرع اللي بره بيبقى منسوبه عالي شويه، ودايما المشايه بتبقى على ارتفاع تقريبا متر او متر ونص من الأرضية بتاع البدروم. تعالوا شوفوا بقى الرطوبة عاملة ايه في الحيطة. بصوا معايا. هاتلي بقى العمود كده. تيجوا بقى نفتح العمود اللي جنب الحيطة اللي فيها رطوبة بالظبط. تعالوا نفتحه. طبعا
شوف لونه اسود خالص او محروق. انا مش عارف بس انا ايه عرض جامد في العمدان، انا مش عارف بحاول بقدر الامكان انا بس اشوف بس شكل الحديد. انا طبعا ده شيء مبني فعشان كده دايما بكسر في السوق حته صغيره كده بس. طيب نشوف حته تاني. تعالى طب ايه رايكم بقى نفتح عمود بعيد شويه عشان ما تقوليش ان ده كان قريب من الرطوبه وباين في الحيطه. تعالوا نفتح واحد بعيد شويه. رايكم بقى نفتح واحد ابعد شويه كمان؟ تعالوا بينا. بس ده طبعا بص الحديد عامل ازاي؟ حديد متاكل. لو انا بقى بتفرق معايا ده الحديد ده انتهى ده الحديد. اعزائي المشاهدين عايز اقول لكم في اخر الحلقه انا المفروض ان موضوع الزرع يبقى له شروط وشروط مهمه وكل ما حدش بقى يقول لي في الحلقه انت ليه طيب ما شرحت لناش احنا نعمل ايه. لا كل مكان لازم يتشاف على الطبيعه، في مكان يتعزل وليه انواع معينه من العزل، في اماكن لازم يتعمل فيها احواض بلاستيك وتعمل له صرف معين، في اماكن نقول لهم اوعوا تحطوا زرع هنا خالص. طبيعه التربه وطبيعه الارض والمناسيب والمسافه بين الزرع وبين الاساسات، نوع الاساسات، الراجل ده كان عامل الاساسات شكلها ايه، المبنى شكله عامل ايه، في معاينه كامله لازم تتعمل للمكان علشان يتعمل دراسه. انت بتحمي فيلا تمنها لا يقل عن 1.5 مليون خرسانات النهارده، لو انت عامل دورين ولا 3 ادوار او 4 ادوار بيتراوح من ده لده، لكن لازم تحافظ على الخرسانه. التشطيب سهل نعيده لكن الخرسانة خطيرة. أرجو اللي عجبته الحلقة يبقى يشترك بالقناة ويفعل لنا زر الجرس ويكتب لنا تعليق، وياريت بقى يخبطنا لايك كمان علشان نتصدر نتائج البحث الأحسن اللي اليوتيوب حاطط علينا. ألقاكم في حلقة قادمة، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.